انتوا كنتوا راكبين القطر؟ ايه اللي حصل؟ طيب احكي لنا ايه اللي حصل. هو كان جاي سريع، هو القطر جاي سريع. ايه اللي حصل؟ مش عارف والله، انا من هنا لسه جاي. مش هو القطر كان جاي سريع، خبط في المصد بتاع القطر، يعني من سرعته خبط في المصد. ايوه كان جاي سريع، ما هداش اللي وقفه المصد. يعني هو السواق كان نايم يعني؟ المصد اللي ما اعرفش، هو راكب. انا راكب نايم صاحي. دي بقى في